السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مرتضى منصور محمد عثمان، ده المسلسل الجديد اللي احنا هنشوفه خلال المرحلة المقبلة، وهيتم كشف بعض الامور. المستشار القانوني السابق للنادي الاهلي الاستاذ محمد عثمان هيكشف بعض الامور وبعض الحقائق للناس، زي ما قال في مداخله تلفزيونيه مع عصام شلتوت على قناه الحدث. هنتناولها بالتفصيل دلوقتي، لكن عاوز اتكلم في حاجه تانية برضو. زي ما كلمت قبل كده هاني حتحوت النهارده في حلقه توجه الشكر على لفته المرتضى منصور. الحلقة بتاعت النهاردة في مرتضى منصور هاجم حلمي طولان، هاجم محمد أبو تريكة، هاجم محمد عثمان، هاجم الأهلي، هاجم الخطيب، هاجم سيد عبد الحفيظ. وفي البداية طبعا عزة في مشجع نادي الزمالك أحمد شبرا. أحمد شبرا ميت امبارح تقريبا، وجماهير نادي الزمالك بلعيبة بالكلام ده كانوا مرتبطين بيه، فعزوا الراجل. يمكن يعني بما انه اصبح يعني ترند او اتشهر او الناس عرفته خلال لحظه بعد وفاته وكل الناس بتعزي على السوشيال ميديا، فمرتضى منصور عزى الراجل وقال لك كان بيني وبينه خلافات، وهو كان مضحوك عليه والعيال بتوع الوايت نايتس والالترا الزملكاوي، وانا بعزي اهله لو هم عايزين اي حاجه. واحمد شبرا بعت لي اعتذار قبل ما يموت، رساله اعتذار، وقال انا اسف يا سياده المستشار وانا قبلت اعتذاره. وهو قال ان هو كان ندمان وكان غلطان. الراجل مات توفاه الله، طالع بيقول بعت لي اعتذار وبعت لي مش عارف ايه. فالاستاذ هاني هتفوت على قناه ال صدى البلد، ساب ده كله اللي عمله، ومسك شيد بالمستشار مرتضى منصور على اللفته الجميله اللي هو عملها لما عزى في وفاه احمد شبرا، وكان في مشاكل بينهم وبين بعض. الراجل مات، وانت متصور ايه؟ وهو ده لو واحد مع احترامنا يعني ما تعرفش خلال كان مرتضى منصور لك، لما في الست اللي ماتت يا عم هاني حتحوت الموظفه اللي كانت في نادي الزمالك وماتت، ها عمل ايه؟ طلع يعزيها ويعزي اهلها ولا قال انتوا عايزين حاجه ولا محتاجه؟ انا مش فاهم. وبعدين سبت ده واصله كلها هجوم على الناس واساءه للناس ومسكت لي، طب ما تندد باللي بيقول. لكن لازم نقول نشيد مرتضى منصور عشان اذا حبينا نجيبه في مداخله معانا ما فيش مشكله. ما بقولش هاني حتحوت لا، لكن هما بيحبوا يحطوا حاجات بسيطة كده. طب انا اخسره ليه؟ طب ما اقول كلمتين كده وخلاص، واعمل نفسي مش شايف الهجوم اللي هاجمه للناس كلها، وحاجة بس اشكره وبتاع عشان ممكن احتاجه في مداخلة كده وبتاع تبقى تعمل لي سوكسي حلو يعني. انا مش فاهم يعني، ده وجهة نظري، قد اكون مخطئ، لكن انا واحد شايف بلاوي وشايف بتاع وشايف ايه. بص اصل هو شكر الراجل، طب ما الراجل مات بنضرب ربنا، وبعد ما مات طلع بيقول لك اصله ندم، اصله اعتذر لي، اصله ده راجل مات. احنا انت بنجيبه منين نساله اعتذر لك ولا ما اعتذر لكش؟ بنجيبه منين؟ ربنا يرحمه. المهم مرتضى منصور طبعا هاجم حلمي طولان واتكلم عن حلم طولان. حلم طولان طبعا نزل فيديوهات لطارق يحيى وخالد الغندور، قال لك ايه يا حلم؟ مرتضى منصور بيقول لحلم احنا القيم والمبادئ يا حلم يا طولان، احنا بنشتمش حد، احنا بندافع عن كل ده، وما بنشتمش حد، احنا بندافع عن حقنا. واجيب طلعوا له بقى الفيديو وهو والكلام بتاعه وهو بيهاجم، ما احنا ما بنضربش رؤساء انديه، انت طلعت وقلت ان انت ضربت ومسكت في خناقه. فرج عامر يا حلم يا طلال، وفلوسك خدتها فلوسه بتعايره بفلوسه، وصرفنا لك فلوسك وعملنا لك فلوسك، وادي خطاب منك بتشكر حقه وبياخده بيتعاير بيه. وطبعا هاجم محمد ابو تريكه زيه زي اسامه خليل لاعب نادي الاسماعيلي السابق، هاجم ابو تريكه برضو بيقول لك ابو تريكه مش فاكر في حاجه في الاسماعيليه غير تعالوا ناخد نص التويته بتاع اسامه، انا متضايق منها يعني. مع احترامنا اسامه خليل انت لعبت نادي الاسماعيلي، كنت لاعب عادي، لا عملت انت ايه لمصر؟ بيقول لك ابو تريكه عمل ايه لمصر؟ ابو تريكه اللي واخد بطولات افريقيا مع مصر، ابو تريكه اللي كان بيجي يتحط عليه منتخب يعني اللاعب رقم واحد اختار محمد وريك ونختار عليه اللعيبه اللي هتلعب في منتخب مصر، بيجي يقول لك اسامه خليل عمل ايه لمنتخب مصر؟
أسامة خليل أنا مش عارف قبل كده برضه هاجم النادي الأهلي علشان الدوري ومصلحته ومش مصلحته، لكن المرة دي اتكلم عن أبو تريكة. أبو تريكة من الناس اللي عاشت فترة صعبة، وهي فترة أحداث بورسعيد. أحداث بورسعيد، لاعب نادي الزمالك أحمد مجدي كان موجود بيلعب في المصري وقتها، قال لك المنظر هو كان صعب. المنظر كان صعب، وأنا حشت الجماهير عن أحمد فتحي وعن لعيبة وعن ايه بقى، ما كل الناس من حقها تتكلم عن احداث فتره بورسعيد ولاعيبه النادي الاهلي اللي هم اساس القصه، اللي هم اساس القصه، مش من حقهم انهم يتكلموا عن احداث بورسعيد ولا ابو تريكه؟ فاكرين حضرتك لما اتكلم وقال لك انا لحد دلوقتي بحلم بكوابيس وبتاع، واللي حصل كان في ناس ماتوا على ايدي. هو ده سهل، سهل لما تلاقي ثلاثه اربعه، ده 74 واحد وكانوا بيحاولوا يعالجوهم وبتاع، في اربعه ماتوا قدامك وفي ناس بتموت قدامك، شيء ودم وهدومك متبهدله دمه، منظر سهل يعني بالنسبه لك انت سهل، لكن اللي عاش الموقف مش سهل. اتكلم الاستاذ قال لك ابو تريكه بيربط كوابيسه ببورسعيد، طب ما هو دي حقيقه، هنكذب كمان في الكوابيس؟ لا، نقول لا نحلم بكوابيس تانية في حته تانية. او ما ماتوا فين؟ صدق نفسه مع ذبابه الالكتروني انه مانديلا، مع الفارق انه افلس ليتحدث عن مباراه المصري الان. اثاره لجماهير مخدوعه، اثاره لجماهير مخدوعه، يلاعب بلاعب اعطى لا شيء، بلاعب اعطى، اثاره لجماهير مخدوعه بلاعب اعطى لا شيء لمصر، وهروبك منها اسقط كل ما يثيره. هو هرب منها غصب، هو هرب منهم مزاجه يعني. أبو تريكة هرب من مصر بمزاجه، يعني أنا مش عايز أعيش في مصر يعني. ثم إنه إيه القضايا اللي على أبو تريكة؟ ثم إن إيه الأحكام اللي صدرت ضد أبو تريكة؟ تاني هنرجع ونقول تاني، أبو تريكة أكتر من مرة يتحط اسمه على قوائم ترقب الوصول، قوائم الإرهاب، بعد كده المحامي بتاعه يشتغل يرفع القضايا ويرفع عنه ترقى من قائمة، يرفع اسمه أبو تريكة من قائمة الإرهاب، بعد كده يرجع يتحط اسمه تاني. قول لي حكم ضد محمد ابو تريكه، قول لي حكم ادان محمد ابو تريكه، يقول لك اللاعب هرب من مصر، لاعب مش عارف. ابو تريكه سيظل يحرق دمكم، ابو تريكه سيظل النقطه المضيئه في منتخب مصر بسبب تعاطفنا مع غزه. ابو اتفق معايا اللي يتفق، واللي يختلف معايا اللي يختلف، يختلف اللي موافق أهلا، لكن ده رايي. ابو تريكه سيظل رمز، اللي مش عاجبه بقى هو حر يعني، كل واحد له رايه، لكن قول حقائق. ابو تريكه عمري ما سمعته قال لفظ كده ولا كده. بنحاكمه على اشياء الله اعلم بيها، بتحاسبوه على اشياء الله اعلم بيها. راجل اتقطع في الاعلام، اتمرمط في الاعلام، كله بهدل وبهدل اهله، عمره ما طلع رد عن نفسه بكلمه. كل بقى يطلع يركب الموجه ويهاجم ابو تريكه، ما هو زي دلوقتي الانسان المحترم اللي ما بيردش كله عمال يتكلم فيه، لكن لو واحد قل ادبه عليك وكلمك بطريقه كده هيوقفك عند حد. مرتضى منصور طبعا اتكلم برضه بنفس القصه، ومحمد ابو تريكه وعاوز يشعل مش عارف الفتنه بين النادي الاهلي والمصري البورسعيدي، وقال ابو تريكه ولد خبيث بيرتدي قناع، عامل زي ما كل اتنين حافظين ردوا على كان الاتنين طالعين من اصل احنا في احتفاليه النادي المصري بالمئويه، كتب تويته وقال الشهداء الذين ماتوا على يدي في بورسعيد. امال هيكتب ايه يعني؟ هو بيكتب يكتب وبعدين انت عامل لي انت بقى هو اللي بيثير الفتنه، ولا انت اللي عاملين احتفاليه بنادي بورسعيد؟ انت حر اعمل ايه؟ نتكلم كان جماهير الناس اللي موت جماهير النادي الاهلي، ما حدش يعني مش عايز اخش في تفاصيل، وكان ولما جبت مصطفى حلبيه ولا سمير حلبيه ده يقول لك مجدي حلبيه تقريبا، الزمالك والمستشار مرتضى مشكور على اللعيبه بتاع في النادي الاهلي مش عايز ومتعنت كانه لو ذراعنا، يعني ايه الاسلوب وايه الطريقه اللي انتوا بتتكلموا بيها دي؟ قال لك ابو تريكه مرتضى منصور ابو تريكه عايز يعمل فتنه بين الاهلي والمصري، وعارف ايه اللي بيعمله بالظبط، زي ما قال ان ابو تريكه بيلم فلوس بتاع تركي آل الشيخ من الجماعات الارهابيه عشان يديها للنادي الاهلي. ابو تريكه هيفضل حارق كل واحد عنده عقده نقص، ابو تريكه هيفضل عقده كل واحد اهله ما عرفوش يربوه. وعاود وانتقد كابتن ورجع تاني ينتقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، قال لك انت كنت محمود الخطيب لطردك
طردت، انا كنت مكان محمود الخطيب لو طردت سيد عبد الحفيظ بعد حلقته مع برنامج رامز مجنون راسب. طب وانا لو كنت مكانك كنت طردت اسماعيل يوسف بعد حلقته مع رامز مجنون راسب؟ مرتضى منصور قال لمحمد عثمان: يا محمد يا عثمان، انت كنت شغال عندي واول بدله انا اللي اشتريتها لك وكنت في مكتبي وطردتك، اطلع ورد، ما تهربش وتقدم استقالتك. لا، هو قدم استقالته عشان يعرف يرد عليك كويس يعني. وقال لك: انا وجهت اتهامات ليك انت والواد التاني اللي بيهدد الكل، وانه يعرف ناس في القضاء. لو انت راجل روح اي مستشفى وحلل. مش عارف ايه علاقته بتاعت لو انت راجل روح، زي الاغتصاب زي التحرش وبتاع. لو انت روح راجل روح اي مستشفى وحلل. ورحمه ام، لا ده انت هتسمعوا كلام من محمد عثمان الفتره اللي جايه دي، لا بخصوص قصه روح حلل والتحرش والاغتصاب والكلام ده. قال لك: ورحمه امي اللي انت شتمتها لا تتحاسب حساب الملاكين. وقال محمد عثمان: باع موكله لشخص تاني ب 5000 جنيه، اطلع قول لي انت كذاب، قلت لك انت محمد ابو تريك، اطلع قول لي انت كذاب، قلت لك انت محامي ولاد مش عارف ايه، قتل ولادنا في عرب شركس، اطلع قول لي انت كذاب. وعرض بقى شويه حاجات كده، قال لك بان هو محمد ابو تريكه، يعني يفيد يعني اوراق تفيد ان هو محمد ابو تريكه، هو سب محمد ابو تريكه. قلت مليون مره احسن ما يكون محامي لرقاصه او محامي، مع احترامنا قد تكون الرقاصة أكثر احتراما من اللي بيدافع عن داعرة أو عاهرة أو بائعة هوى زي ما بيقولوا يعني. فأنت بتتكلم في إيه يعني؟ المهم يعني محمد عثمان عمل مداخلة مع عصام شلتوت، وقبلها كان على صدى البلد وقال الفترة إنه هيرد القوة بتاع، لكن عمل مداخلة زي ما قلت لحضراتكم مع عصام شلتوت، وقال لك طبعا عصام شلتوت محبش يدي الراجل راحته علشان القناة، وانتوا عارفين القناة صدى البلد، وكان المستشار القانوني لصدى البلد هو محمود العسال، او محمد محمود العسال المستشار القانوني النادي الزمالك يعني. الراجل قال لك: انا كنت في معتقل وقت ما دخل مرتضى منصور السجن، كنت معتقل في قضية الطلبة وبتاع، تظاهرات والطلبة والكلام ده كله، وانا اللي استقبلت مرتضى منصور لما كان جه في قضية إخفاء أموال الريان، كان خد أموال الريان وخفاه، وأنا اللي استقبلته وتعاملت معاه وفي أربعة والراجل. ولازم نوضح ولازم أوضح للناس الفترة اللي جاية إزاي الأسد ده كان بيعيط، وإزاي الأسد ده يعني في 94 أنا اللي نقلته البيت بعد ما كان في وشه كله كدمات وبتاع، وعملت له كمادات، وبعد وفي 2015 كان سب وقذف احد المحامين الزملاء، والزميل المحامي خد حكم عليه وهينفذ، وجالي مرتضى لحد مكتبي وعيط مرتضى منصور واعتذر للمحامي وتنازلت، وخدني وفي نادي الزمالك، وفضلت صوري متعلقه في نادي الزمالك، وعمل لي عضويه في نادي الزمالك، عضويه مخفضه، وقال ان لازم الناس تعرف الجراءة مش قلة أدب وتطاول، الجراءة في ناس عاملة نفسها محترمة هي لا تعرف شيء عن الاحترام، هو ما عرفش أي شيء عن أدب الاختلاف، كل كلامه كذب في كذب. وأنا سندته في موقعة الجمل، وكنت أنا المحامي بتاعه في موقعة الجمل، وكنت بحضر معاه كل القضايا، وكان بيعيط وكان بيروح بعربية إسعاف. وقال الحقائق لازم تبان، كلامه كله، والناس لازم تعرف مين اللي كان بيدعم الاخوان، ومين كان على اتصال بحازم صلاح ابو اسماعيل. مرتضى منصور كان على اتصال بحازم صلاح ابو اسماعيل، وكان بيتواصل مع الاخوان. قصه الاخوان ده، وهو كان موجود له فيديوهات بيشكر في محمد مرسي وفي الاخوان وفي الكلام ده كله يعني. مرتضى منصور دائما وابدا اشياء هتلاقيها مع مرتضى منصور بيعملها، وتلاقيه بيتهم بيها غيره يعني. وصل صب، ونفس القصه يفضل يهاجم ويسب، وانت في الاخر انا ما بشتمش، انا راعي القيم، انا راعي الفضيله، انا مش عارف ايه. احنا لازم احنا بناخد حقنا كيف. الفتره اللي جايه هنشوف كلام كتير جدا في القصه دي. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.